لا مش انا. بلغ البوليس ليكون حد عمل فيها حاجة. مش يمكن تتصل او هي تيجي بنفسها. خلاص يا عم خليها براحتها. ولا ايه؟ لا في الشغل ببقى محتاجة اطمن. اولى حسبنا اشرب لوحدي. 90% من اللي بيخطفوا اليومين دول لا سوابق ولا مسجلين خطر. تفتكر لما قصدي دي تبقى حفلات برايفت الناس اللي فيها بتبقى على راحتها قوي. طيب واضح ان انتي اوت اوف مود بقى. انا همشي عشان الباس. ماشي وصلني. المربي يعمل كده عشان يصرف تعود بمليون دولار. دول بالنسبه له فرق. كويس انك عارف الكلام ده. قولي لي شريف. طب احنا فيها. ارقص لك.